افضل نواف، ابغى نواف الروقي في الكوفي شروم. يا ريت تستعجل نواف قبل ما نبدا محاورنا وقبل ما نبدا ليلتنا، نبغى نواف الروقي، لان كلمه الانسحابات كثرت في ذا البرنامج، كل واحد يلوح بالانسحاب. وانا دائما وابدا اقول للشباب ما يحتاج، يا اخي انحش، اطمر السور، طلع جوال في الهواء، حط يدك على الكاميرا اكثر من مره، اكسر رقبه الكاميرا ويطلعونك. عطني نواف. هو تدري شنو المشكلة؟ يحسب احنا بنقول لا تكفى تعال، لا تروح تكفى يا شيخ تعال، ما نبيك تطلع، ما نبيك تطلع، تعال. تبي تطلع الله يستر عليك، ترى ما حد مترديك ولا حد باغي مصلحتك الا نفسك. كفو. طيب عطنا نواف خلينا نشوفه. عطوا صوت. هذا عبد الله هيبه المطري ابو حزام. ما الصوت عندنا المشكلة. صباح الخير يا نواف. صباح الورد. ما نسمعك. اقول صباح الورد. يا اخي ترى مهذل، يقول اذا قالوا ما يسمعونك ترى ما عندهم حجه. خطير مهذل. ثاني. اي الحين مربوط. نواف. ارحب. اول شيء صباحك الله بخير نواف. صباح الورد يا ابو حزام. كيف حالك ابوي؟ صباح النور. طيب. ابوي هلا ويلا حي الطيب. نواف. نواف تعرفنا على مواهبك في المطبخ وتعرفنا عليك كثيرا الحقيقة اليوم، لكن دقيقة أبغى أسألك سؤال. لبيت. أنت ليش بغيت الانسحاب وليش لوحت بالانسحاب؟ ليش لوحت الانسحاب؟ أنا إيه؟ كنت في موقف محزن جدا، أنا فارقنا واحد من أخيانا اللي هو هزاع. ها؟ كنت في موقف محزن جدا. موقف إيش؟ محزن. محزن جميل. ايه يوم فرقنا هزاع. ايه وقلت وصرحت بها زي كذا، والله انا صدق انا كنت ناوي انسحب. يعني في حالة غضب. يعني انت ما تقصد انك تبي تنسحب؟ لا والله انا كنت ناوي انسحب صراحة. الى الان تبي تنسحب؟ لا الان لا. لان العيال امسكوني. وش اللي غير رايك طيب؟ العيال امسكوني وحلفوا علي اني ما انسحب. ها؟ العيال امسكوني وحلفوا علي اني ما انسحب. يا ولد كني شايب. ها؟ ارفعوا لنا ذي يا ولد. يا ولد تسمعني ولا لا؟ ما اسمعك صدى، لكن واضح اللي بتقوله مر علي 100 مره، بس يلا كذا. ترى اسمعني كذا، تراني امثل الحين مثلكم، امثل اني ناقد مثل ما تمثلونكم متسابقين في كلها تمثيل. اول شيء ابو حزام الله يرزقكم محتوى. ايوه مرضوض. الله يرزقكم محتوى. انتم حطيتوا فوكس على المحتوى هذا، في محاور افضل وفي محتوى افضل من الشيء هذا. مو محتوى، احنا الان جايين نسالك سؤال فقط. ترى المحتوى غير السؤال. السؤال الان نواف يبغى ينسحب ولا لا؟ الحين حاليا يعني؟ حاليا ولا امس ولا امس كنت بنسحب صدق. انتم كل يوم لكم سالفه. لا بقول لك صدق، امس كنت بنسحب. ايه ليه؟ عشان هسه، عشان يعني انا من النوع اللي ما احب اجواء الحزن صدق. طيب في مقطع جاهز للنواف علشان يستحضر ما سواه امس، يمكن انت كانت ساعات غضب او كذا. يلا خلنا نشوف. جيت الإدارة الحين قلت بنسحب، مو عشانك طلعت، ما عاد أتحمل أي شيء في الحزب أقسم بالله، وعشان كذا أنا جاهز أوراقي بطلع، ما عاد فيني أتحمل البرنامج ذا مرة. يعني أصلا أنت انسحابك مو عشان ظهور هزاع على كلامك؟ أنا قلت عشان ما هزاع، عشان هزاع يقول حالف علي إني مطلع عشانه، عشان كذا قلت هالشيء. لأنك ما عاد تحمل. إي والله. طيب علشان ننهي كلام الانسحاب وذا، الآن عندنا ساعة بدون تحيز. إذا نواف مضايق ولا يبغى ينسحب، والعرض لك أنت فقط خلال الساعة هذه بإمكانك الانسحاب بدون شرط أو قيد وبدون شرط جزائي. تسلم المايك خلال الساعة هذه، وهذا العرض لم يحصل عليه إلا نواف فقط من بد كل المتسابقين. فكر قبل نهاية بدون تحيز. تبي تنسحب؟ الله يعين على الدنيا بخير. من حقكم والله، من حقكم يا شباب. خلال فقرة النقد، هذه خذها كاش. لك الحق في الانسحاب أنت يا نواف الروقي دون الآخرين، والعرض هذا لن يكرر ولن يتكرر. إذا كانك تبي تنسحب الآن انسحب، سلم المايك وتوكل على الله. يمكن عندك شغل، يمكن عندك ظروف، يمكن ما تبي تبين لك أحد. أنا كفيل في أني ألغي الشرط الجزائي. تلغى الشرط الجزائي اللي مترتب عليك. تفكر خلال الساعة هذه وارجع لنا. هبروح أشاور أخوياي وأجيك. لا شاور عمرك، ما عليك منهم. أنا بالنسبة لي أنا مقتنع. إيه؟ تماما. ها؟ مقتنع تماما إني بنسحب. أنت معي؟ أنا أعطيتك ساعة وما أدري شو تقول. اسمعني خليني أحجي. بكيفك، أنا أعطيتك ساعة بدون شرط جزائي وبدون شيء. خليني أحجي طيب.
سجل نزل مايك وتوكل على الله. خلنا نتكلم. طيب تفضل. أنا ترى فرصة يا ابن الأجواد. خليها طيب. يلا تفضل. أنا مقرر إني أسحب لكن مسكوني العيال وحالفين علي، لكن بشاورهم وبجي. يا رجال المهتوي ما يرد. المهتوي ما يرد لك ساعة الآن. رح ذكر أنت الحال. اترك العيال، العيال مو مسارينك. والكلام النواف فقط، اللي يبغى ينسح مرة ثانية يطمر السور ويستبعد. أما نواف الآن بإمكانه يظهر بهدوء يسلم المايك ويمشي خلال ساعة بدون شرط جزائي. ها بدون شرط جزائي. أوكي والله ما يلحق شيء. لك ساعة فكر. إذا انتهت خذها كاش، ما عادك شيء في وجهي أنا، ما عادك شيء مني. لا تراجعني، يحطون عليك جزائي ما يحطون. الآن لك ساعة فقط، راح فكر. شكرا نواف، مرحبا ومسهلا يا بريك شلوي. صباح الورد. يا هلا وسهلا. معليش ترى الحركة دي لأنهم مدبلوا كبودنا بانسحاب. كل شيء جاي واحدة بنسحب بنسحب، يحسبوننا نبي منهم شيء. يا هلا وسهلا أبو حزام. يا هلا وسهلا فيك يا عراب النقد الحديث، وهلا وسهلا بالزملاء الغالين، وهلا بالسادة المشاهدين. والله يصبحكم بالخير، ويوم جميل حقيقة. وبرايم فخم. أنتوا تكلمتوا في البرايم ولا لسه؟ لا لسه بس.